السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله. حاليا سننتقل إلى مباراة العهد والتضامن سور، مباراة هامة للفريقين. سننتقل سريعا إلى الزميل محمد كركي اللي أصبح موجود معنا لمتابعة المباراة بكامل تفاصيله. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام طلال، تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة البشائر. طلال من ملعب المدينة الرياضية حاليا من بيروت. إذا طلال، بالنسبة لفريقنا تضامن سور، الفريق يلي عم بيكون الضيف على فريق العهد بهذه المباراة، عم بيحل بمرمى، عم بيكون قدم الإمامات ديريك هيثم خدوج. حاليا كرة خطيرة عم بتكون للعهد مع هداف الدوري اللبناني لهالوقت حكم معطوء، انما الكره تبعد من امامه لحكم. نتابع مع تشكيله التضامن، هشام الحسيني، جو كامارا، حسين سيد، علي فصيل، سامر حاوي، محمد مدني، يوسف عنبر، ومحمد حيدر. بينما الفريق يلي عم يستضيف التضامن في فريق العهد بطل لبنان عم بيكون بحراسه مرمى محمد حمود، عباس كنعان بخط الدفاع، سامر زين الدين، حسن دقيق، حمدي سلامي، هيثم فعور، عباس عطوي، حسن معطوء، ومحمود العلي. فريق تضامن الانطلاق للامام، يوسف عنبر بيكمل الكره بوسط الملعب تماما، بيصلح الامور بسرعه. فريق العهد ما بده يغلط اي غلطه بهذا المكان وفي هذا الزمان بانطلاقه الشوط الاول من مباراه. الكره بتروح لعند محمد حمود حارس فريق العهد، ومن محمد الى وسط الملعب والى دفاع فريق التضامن سور. بالنسخه ال 51 النسخه ال 50 كان فيها فريق العهد يلي عم يلعب هذه المباراه، البطل النسخة الخمسين، مين راح يكون بطل النسخة 51 من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم؟ هل الأمور كفيلة نعرفها مع قطار الدوري اللبناني اللي عم يتوقف محطة محطة عند كل جولة وعم تتبدل الكراسي، يعني بينما الكرسي اللي عم بتقود هذا القطار عم بتضل لفريق العهد بطل الذهاب. حال أول تهديد على المرمى من فريق العهد، أول كرة خطيرة، فضل مسلماني بينجح بصد الكرة وبتروح الى ضربه ركنيه اللاعب يقمض ازاي خطير لصالح العهد، كره بالراس انما بتمر الى جانب المرمى ايضا، والحكم الراي بيقول انها لمست احد مدافعي فريق التضامن سور. بتروح الى ضربه ركنيه جديد عمليه العهد، عباس عطلي تونيكا لقى بيلعب كره القدم من اجل انه يخلي الجميع يستمتع ويخلي الجميع يتفرج على كره قدم من عيار ثقيل اليوم. تونيكا عباس عطلي لمسات ولمحات ممتازة على الكرة، بيلعبها عالية تماما، الكرة خطيرة بالراس ومش معقول، محمد حمود بالأصابع، محمد حمود بيكتفي برامي تماس لصالح فريق العهد. ممتاز الكرة من عباس عطوي، كاسا بيخطفها بطريقة ممتازة، ممكن الهدف الأول لفريق العهد وبيتعدي كرة جزاء وركلة جزاء لفريق العهد بعد كرة كان خطفها كاسا. لاعب اللي عم يعمل يعني مباراة ممتازة هذا اللاعب الأجنبي بفريق العهد، بيتقدم داخل منطقة الجزاء وبيتوغل بيتعرض للإعاقة بعد ما كان منطلق إلى المرمى، إعاقة من الخلف على الساشة وركلة جزاء بالدقيقة 43 لصالح متصدر الدوري، متصدر الدوري اللبناني، بطل الذهاب وبطل موسم 2009-2010. حاليا العهد على الكرة، حسن معطوء الرقم 7، ممكن يكون الهدف رقم 11 لحسن ليعتني بصدارة الترتيب، ممكن يكون الهدف الأول للعهد. فضل مسلماني بمواجهة حسن معطوء، مين راح يتطوع على مين؟ راح نتابع حسن معطوء بمواجهة فضل مسلماني. إذا ركلة جزاء لفريق العهد، حسن معطوء بيثبت الكرة للمرة الثالثة، حسن معطوء للمرة الثالثة عم يتقدم و يحط الكرة بمكانها الصحيح، الحكم عم يطلب منه هذا الأمر، حسن معطوء وفضل مثل ماني، حسن بيستعد بينتظر صافرة الحكم، الكل الحكم بيعطي الصافرة، حسن معطوء بيتقدم للأمام، حسن معطوء بيسجل داخل المرمى، الهدف الأول لفريق العهد بالمباراة. ترجع الكرة لحمزة سلامي، حمزة على اليمين بيمرر، حمزة سلامي، محمود العلي، محمود العلي، الكرة العرضية عالية تماما، هونيكا بيهدي، ممتاز الكرة بطريقة رائعة كانت فريق العهد أو خلال يعني العهد اللي راح يمثل لبنان ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي ايضا الانصار، من بعد ما كان اعلن عن انسحاب الانصار بعد 7 ساعات اعلن عن العوده من الانسحاب الانصار، راح يشارك ايضا، راح يصير عندنا يعني العهد وايضا الانصار راح يشاركوا. الاستمتاع والامتاع والابداع يعني يكون هو السمه اللي بتكون مصبوغه فيها كره القدم اللبنانيه، وهذا الامر اللي عم بيصير بارض الملعب. وجه تحية أكيد للجيش اللبناني اللي عم بيكون متواجد أيضا دائما بالمباريات، بأغلب المباريات إذا فينا نقول. الكرة
يعني حاليا هم موجودين بنوجه لهم تحيه. محمد حاضر بيتقدم بيرفع الكره العرضيه ممتازه جدا، انما الكره بالراس تبعد من امامه لمهاجمي فريق التضامن، تبعد كره الراس قبل ما تروح الى مرمى الحراس، وهذه الكره اللي بتستلزم تسديده انما ضعيفه كانت. حاليا يعني تقدم الامام هو محمود العلي، كره خطيره داخل منطقه الجزاء والهدف الثاني بالمباراه، مش معقول على خط المرمى، عن خط المرمى تبعد الكره من فريق تضامن الصور، ما في هدف ثاني للعائد، ما في هدف ثاني للعائد بعد كره رائعه كانت من محمود العلي مررها داخل منطقه الجزاء، ابعدت بالدفاع، وحاليا دفاع تضامن الصور عم يستبتل من اجل الصد والدفاع وابعاد الكرات من اجل انه يمنع لاعب من تسجيل الهدف الثاني له بالمباراه. بيتقدم بالكره محمد حيدر خطير على الجهه اليسرى، عرضيه ممتازه جدا من اجل التعديل، مش معقول الكره كيف بتضيع الكره بطريقه غريبه عجيبه على التضامن. محمد مدني الرقم 11 داخل منطقه الجزاء بعد كره رائعه من محمد حيدر، ما بيصيبها بالشكل المطلوب محمد مدني، والصحفيين وحاملين البطاقات وعلى امل انه يفتتح قدام الجمهور. كره بترجع مع كروت من العباس كنعان، عباس كنعان على الجهه اليسرى، عباس كنعان بمر الكره، عباس لهيثم فاعور امانيه ناحيه كاشا بيهدي ترويض على الصدر بالشكل ممتاز، تمريره بالشكل ولا اروع، كره نقلات كرات من العائد، تمريرات على الارض بمررها حمزه سلامه، حمزه يرجع بالكره لعند كروت اخر مدافع بفريق العائد، كروت الديلان لا ايضا فريق تضامن الديلان لفريق العهد، النتيجه 1-0 الكره بمنتصف الملعب مع فريق العهد مع فريق تضامن سوري. هشام شحيني بيلعب الكره الاماميه تبعت من امامه لتروح عند محمود العلي الرامشي، محمود بمهدها لعند حكم معتوه، معتوه بيتقدم الكره ممتازه جدا الكره عند فريق العهد، حمزه سلامه، حمزه بيسدد الهدف الثاني بالمباراه، كره رائعه كانت، نقلات كرات تمريرات تسديدات واهداف، والهدف الثاني للعهد بالمباراه من حمزه تمام. يلعب الكرة مقطوعة من أمامه بتمر لعند كاشا، لاعب ممتاز لمرتاح، مش معقول عند حسن معطوه، الكرة العرضية من حسن معطوه، هيدا هو العهد، هيدا هو فريق العهد، هيدي هي خطورة فريق العهد، كاشا من منتصف الملعب لمح النسر الطاير حسن معطوه، السهم المنطلق من الخلف غمزوا اياها بينين من بين الدفاع، انطلع حسن معطوه ولعب الكرة العرضية، انما كرته كانت بعيدة لمصطفى حلاق، ما بتصيب الشباك عالي عن المرمى، يعني العهد من اول لمسة بثاني لمسة بثالث لمسة عم بيوصلوا على مرمى فريق تضامن الصور، فريق عنده قوة هجومية ضاربة، عنده افضل هجوم بالدوري اللبناني لكرة السلام، وعنده الهداف لها الوقت، وعنده ايضا وهو المتصدر، وعنده دكة بدلاء ممتاز، ذلك الرقم 4 رقم 4 يلعب الكرة على اليمين ممتازة جدا لطالح فريق تضامن الصور، بيخليها بالملعب، بيخليها وبيتقدم فيها وبيعليها، وكرة خطيرة انما رأسية عباس كنعان، شوف عباس كنعان برج مراقبة تماما، عباس كنعان عم بيكون داخل منطقة الجزاء يبعد الكرة، رامي تماس، إذا عم نلعب بالوقت المحتسب كبدل عن ضائع بهذا اليوم الأحد، كل متابعي إذاعة البشائر الدوري اللبناني أيضا بمناسبة المولد النبوي الشريف، نقول كل عام وجميع المسلمين وجميع اللبنانيين بألف خير، يعني وجميع الرياضيين وأسرة الرياضة جميعا بتكون بألف خير، كرة ممكن تصير 3-0 لصالح فريق العهد بآخر لحظة من المباراة، وإنما الكرة بتروح لخارج الملعب، ما في 3-0 للعهد، 2-0 بتضل نتيجة آخر ثواني المباراة. يكون سنشتغل منيح. شكرا لك نيازي، نتمنى لكم التوفيق وهارد لك، ان شاء الله بتوصل بسلامه على الجنوب اللبناني الغالي على قلوبنا جميعا. يعني زميل طلال، اذا وضعنا انت والمستمعين هذا كل شيء من ملعب من المدينه بيروت الرياضيه، المباراه هيك انتهت وهيك اللقاءات كلها بتنتهي، وهيك الاسبوع ال 14 من الدوري اللبناني بينتهي على الشكل على هذا الشكل، بلكي معك ومع المستمعين تعطينا كيف بيصير الترتيب واللي عندك. طلال من عندي من المدينه الرياضيه بقول لك شكرا لك، شكرا كل الزملاء كل فريق العمل اللي عم بيكون موجود معنا بإذاعة البشائر طوال النهار هيدا. شكرا لك محمد كركي، يعطيك العافية على النهار الطويل وعلى التعليق على مباراتي الشباب الغزية والمبرة من صيدا والعهد والتضامن الصور من ملعب المدينة الرياضية، بدور زملائي حسين الخطيب وطارق سليم بوجهوا لك تحية ووجهوا تحية إلى كل المستمعين، وبيقولوا مبروك للفرق يلي فازت وهارد لاك حظ أوفر للفرق يلي خسرت.